حجي تسأل على مواليدهم تسأل على مواليدهم الشباب هذول نريد نعطيهم فرصة بعد احنا شياب صرنا وهاي. وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله السلام شلون صحتك شلون أحوالك الله يحفظك ويسلمك. اليوم لازم نعطي فرصة للشباب انه ياخذون دورهم هم لان اساس البناء هو الشباب. فاليوم اذا انطينا الشباب فرصتهم في ادارة المعركة في ادارة المجتمع راح نخلق جيل جديد من اجل تطوير البلد. فاليوم هاي الشباب هاي الوجوه الشابة هي بعد احنا انتهى دورنا شيبنا فلازم نعطيهم فرصة يستفادون. لا تستفادون من الخبرات البسيطة اللي عندنا وانتم تطورونها. انتم بعد احنا ما بينا اول مرة انتم يعني البلد محتاج الشباب. اليوم نسبة الشباب هي اريد نقول اعلى نسبة بالمجتمع يعني من رجال ومن نساء. يعني ما نختص بس فقط نقول الرجال وانما حتى النساء. النساء اليوم نصف المجتمع يعني. ف الشباب والشابات المفروض ياخذون دورهم من اجل بناء البلد مو فقط الحياه العسكريه. انتم اليوم كمقاتلين ايضا من ترجعون الى مناطقكم كونوا تمارسون دوركم في بناء مدنكم. ترى البناء ما يعتمد فقط على الحكومه ولا الامن فقط يعتمد على الحكومه. المواطن له الدور اليوم المواطن له الدور في عمليه الاصلاح في عمليه البناء في عمليه اختيار الناس. فانتم على عاتقكم وعليكم حمل أكبر. المرحلة ما بعد داعش مرحلة صعبة لأنه البلد اليوم مخيم عليه الفساد. اليوم إحنا هنا بأرض الموصل هسه واقفين بسببنا جزء منها سبب الفساد الإداري والمالي والخيانات والكذا. هاي انباعت أراضينا والإعلام هول وروج لداعش لكن بداعش بالتالي هتشوفهم أمامكم وأمام همتكم وعزيمتكم أصبح كل سراب. إن شاء الله نسأل الله التوفيق وإن شاء الله باكر هاي العمليات المباركة عمليات صاحب الزمان إن شاء الله باكر الصبح إن شاء الله. حجي هذا النصر نهديه للشهداء وللشهداء طبعاً. إحنا مثل هذا اليوم العام السنة الماضية كانت عمليات 15 شعبان اللي بدأت بتحرير الصقلاوية وانتهت بالفلوجة. أعطينا كل خيرة من المجاهدين بهاي المناطق شهداء منهم الشهيد سيد أركان عامر فوج الأسناد ومؤيد القائد مؤيد الحلفي وأسعد إن شاء الله وكثير من إخواننا علي عباس وكثير من إخواننا. فاليوم إن شاء الله نعاهد شهدانا وجرحانا ونعاهد أبناء شعبنا طبعا بهمتكم ها مو بهمتي أنا بهمتكم إنه غدا إن شاء الله تتحرر المناطق والواجب اللي مكلفين به هي مناطق القيروان باتجاه البعاج باتجاه الحدود السورية إن شاء الله باكر عمليات صاحب الزمان صباحا الساعة بالخمسة نتوكل على الله إن شاء الله. نقول آخر صفحة داعش يعني نطويها ونخلص إن شاء الله. إن شاء الله هو هذا المحور الغربي بعد هي تعتبر هاي آخر صفحة. هما هسه داعش عبالهم هجومنا بس على القيروان لان حصنوا القيروان والقرى اللي تحيط القيروان. القيروان باتجاه واحد. بعد ما متوقعين انه الهجوم على طول الجبهه يعني على طول جبهه خطوط الصد من الحضر الى سنجار. ان شاء الله عزيمه مجاهدينا عاليه.